اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير وصديقي واخويا وحبيبي وعشره 30 سنه، بس عشان ما نكبرش بعض. ازيك كابتن طارق؟ ازيك يا منور، سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. ربنا يكرمك في بيتك طبعا. انا اسعد والله ان انا معاك النهارده، وطبعا اكيد في البيت الكبير وفي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك دايما وانا جاي، وببقى عارف ان انا جاي معاك، ببقى سعيد جدا يعني. ربنا يخليك، ده شرف لينا. لعيب كبير وتاريخ كبير. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يوفقك ومبروك العوده يعني. ربنا يخليك يا كابتن طارق. يعني في البدايه حضرت نهائيات كتيره جدا جدا. ايه الوضع؟ حضرت. يعني انت دلوقتي بتفكر في الموضوع ازاي؟ والله طبعا مفيش شك ان النهائي دايما بيبقى هو التتويج بقى، هو بقى يعني خلاص انت وصلت يعني رغم ان هي انت بتتكلم مراحل صعبه قوي عديت بيها وظروف صعبه كتير في اثناء طبعا دور المجموعات وقبل دور المجموعات. اول دور 32 طبعا، بس برضو في ظروف صعبه يعني. في انا فاكر في مباراه انت لو ما كنتش كسبتها، لو كنت تعادلت كان يبقى الوضع بتاعتك صعبه جدا جدا. المباراه كسبتها 3-0 بره في دور المجموعات. في دور المجموعات كانت مباراه صعبه جدا، فان انت بتوصل للتتويج بقى في اخر مباراه، وزي ما كان كريم وثابت بيتكلموا طبعا، انا كنت حضرت اتفرجت على الفقره يعني. فلا زي ما بنتكلم على الفرقه، هي فرقه ممكن يعني خد بالك ممكن تبقى المباراه تبقى تتسهل قوي 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 فعلا لو جبنا جون بدري، والمباراه ممكن على فكره تخلص بسكور كبير، وممكن المباراه تصعب قوي انت ما انتش عارف هو ده. عشان كده احنا بنقول كلمه عشوائيه ان هي مش عارف تعمل لفظ ايه. انت قلت لفظ مش عارف امسكها تتمسك منين دي يعني. ففعلا ممكن تخسر 4 وممكن مباراه ثانيه تكسب 3، وممكن يعني مباراه فعلا الفريق العشوائي ده انت بتبقى حذر جدا. ففي نقطه مهمه قوي قوي قوي، وهي واحنا بنهاجم احنا هنهاجم كتير ويبقى في تكتل دفاعي زي ما كنت بتكلم مع كريم ومع ثابت. الاهم بقى من ان انا هاجم وان انا ابقى ان انا برافو عليك، الاثنين اللي واقفين ورا مع الشناوي، ازاي انا ابقى حذر جدا وابقى واقف صح، يبقى في واحد الراجل ده على طول يبقى في صدره، والتاني يبقى على طول عامل خطوتين ثلاثه لورا. وده دايما بيبقى من الشناوي، بقى دايما الشناوي بيتكلم في النقطه دي، دايما عينه على الاثنين اللي قدامه اللي هم غالبا يبقى في نص الملعب. الحاله دي الشناوي بيفضل واقف في المرمى؟ بص في مثل في الماتشات اللي زي دي يعني لا يبقى جوه المرمى. لا طبعا بيبقى بره 18، بيبقى برضه هو يعني ممكن يبقى على القوس، ممكن يبقى ابعد شويه، ممكن يبقى تحت شويه، حسب الاثنين اللي واقفين فين، اللي هو الاثنين السيرد باكين. وغالبا بيبقى في نص الملعب. نص الملعب بيبقى انا كمان بره 18. تمام. ما انا بمشي يعني انا بشتغل بتحرك مع الاثنين دول. طب الاثنين دول واقفين مثلا في نص ملعب، انا بقى بره 18، حطينا انا ورا الناس الخط الضهري بالكامل بيطلع، انا كمان بعمل ايه؟ بطلع معايا عشان لازم انا بقى قريب ليه؟ ممكن يبقى في كوره، انا شفت كوره في الفيديو جابوها في الفيديو اللي جون طلعها، كان لازم الجون يطلع ياخدها. الكوره يعني كان فيها خطوره، كان هجمه، ما كانتش هجمه مرتده قوي قد ما هي هجمه، قد ما هي كوره طويله اتلعبت. ايوه يعني الهجمه المرتده دي احنا نعرفها ايه؟ ان بيحصل كام باص لحد ما توصل جوه 18. يعني الهجمه المرتده تبقى عباره عن كوره طويله، والراجل بيبقى يعني بيبقى واقف وفجاه بيسرق السيرد باكين او الباكين او الباك والسيرد باك يعني، او الباك او السيرد باك والديفندر، حسب بقى ممكن يبقى فيه مثلا على حسب الاثنين اللي واقفين. حسب الاثنين واقفين، ممكن يبقى فيه مثلا سيرد باك بيطلع في كورنر للاهلي يعني ممكن، انما يبقوا مسارق والكره بتلعب طويله. فلو حارس المرمى واقف جوه 18 هيبقى بعيد، هتبقى انفراد اوكي، فهتبقى صعبه. زي الكره اللي احنا شفناها، الراجل شات من جوه 18 بحوالي 9 يارده او 10 يارده. طب فين الجون؟ طبيعي ان الجون يطلع ياخد كرة اول ما تخش جوه 18 بيرضى لو هو متمركز صح. فدي من الحاجات اللي بقول لك عليها، ان الشناوي تمركزه في المباراه دي مهمه جدا جدا. لانك انت ممكن تقف كتير الكوره ما تبقاش عندك، بس تحركك خارج ال 18 ده مهم جدا. انت لفت نظري لنقطه مهمه جدا في الماتشات اللي زي دي. صح، الفرق اللي بتدافع وبناء على كل اللي احنا شايفينه ان هم بيقفوا في نص ملعبهم وبيدافعوا اكتر، الشناوي بيفكر في الموضوع ازاي او بيعمل ايه علشان يفضل متواجد ومركز؟ ما هو انت ممكن كره واحده تخلص الماتش يعني، لا قدر الله. هو ده احنا بنقول تركيز. يعني ايه تركيز؟ التركيز يعني ده ازاي؟ احنا عايزين نشرح للناس. هقول انا التركيز دايما انا بقول ايه؟ بقول اللي كنت دايما بتكلم مع الحراس في النادي الاهلي، يعني التركيز يعني انا دايما اوجه زمايلي. انا مش ممكن اوجهك يا كابتن اسلام وانت قاعد الوقت، معظم الوقت كله بتاع الماتش اتكلم عشان افضل اركز. انا كابتن طبعا التركيز ده مهم جدا. ان انا هو التركيز يعني ايه تركيز؟ يعني اقول لك ركز، يعني ايه ركز؟ يعني اشرحها لي عشان ايه تبقى سهله. يبقى انا دايما كل تحرك للكوره انا كمان ليا ايه؟ ليا تحرك. اوكي، ما انا مش هتفرج،
يعني انا ما بوقف، انا لو انا بتفرج يبقى انا قاعد زي الناس اللي قاعده بره او اللي قاعده في حتى لو في الناحيه الهجوميه يا كابتن. طبعا يعني بمعنى ان مثلا اكرم اللي بيلعب او هاني فبيرفع اوفر من ال 18 قريب من ال 18 بتاع كايزر تشيفز، الشناوي يكون بيتحرك ناحيه اليمين مثلا شويه، بيبقى بيتحرك وبيبقى مرحل ناحيه الكوره. يعني انا عندي 18 وانا بقسم 18 نقطه الجزاء دي دي نقطه بين نص الملعب ناحيه اليمين ونص الملعب ناحيه الشمال. مظبوط. فالكوره مثلا اكرم بيرفع من نص الملعب ناحيه اليمين، يبقى انا لازم انا لما ابقى واقف انا واقف قدام ومرحل فين؟ ناحيه اليمين، في نص الملعب ناحيه اليمين. طب ما هو الكوره ما بتبقاش واقفه مثلا خمس ست ثواني في مكان واحد. صح. ده الكوره بتتحرك كل ثانيه في مكان، يعني كسر من الثانيه بتلاقيها في مكان ثاني. صح. فتبقى بنعمل انا ايه برضه؟ ابدا اتحرك ثاني. وبالتالي اقدر احافظ على هو ده التركيز. ان انا كل ما الكره تتحرك انا ليا كمان ايه؟ تحرك. فبالتالي انا ابقى دايما قريب. دايما قريب من الحدث. وقت ما الكره دي تتشتت يعني بالبلدي كده يقول لك الراجل اداها ايه؟ ده يعني باللفظ يقول لك اداها شلوت. شلوت. فتبص تلاقي الكره راحت فين؟ بقت في نص ملعبي، ممكن تبقى جوه ال 18 عندي. طب لو انا بتفرج زي الناس اللي قاعده على الدكه او اللي قاعدين في المدرج، يبقى انا هتفاجئ. ما ينفعش انا اتفاجئ ان انا مثلا الكره ناحيه اليمين وانا واقف ناحيه الشمال مثلا، او واقف تحت قوي، يبقى انا كده بتفاجئ. انا لو انا اتفاجئت بالكره يبقى انا ما كنتش مركز. اوكي. ما ينفعش تتفاجئ ابدا بالكره طول ما انا بتحرك. يبقى انا كده عايش الماتش، والاتصال دايما موجود بيني وبين الكوره. هي دايما في اتصال، ده واحد. اتنين، دايما يبقى انا عندي دايما بوجه زمايلي، بوجه زمايلي دايما القريبين مني شويه. يعني انا ايه مش عايز لان طبعا ايه وتوجيهي ما بقاش كتير قوي يا كابتن اسلام برضو ايه، يعني انا بوجه في وقت معين، بوجه والكلمه اللي بقولها دي بتبقى انا بعنيها. بعني الكلمه اللي بقولها. ليه؟ لان الكلمه دي ممكن اقول كلمه تفرق معايا مثلا في تحرك، تفرق معايا في ان انا ممكن اشيل كوره خطر جدا، ممكن اشيل انفراد. اوكي. ممكن بتحرك ياردتين ناحيه اليمين بقفل الزاويه على الراجل اللي بيشوط. بلاش تعمل فاول. ممكن اعمل فاول في مكان خطر جدا، فاول ده يجي جون. كل دي امور انا بتكلم فيها دايما مع خط الظهر ومع دايما الديفندرين اللي قدامي اللي هم بيبقوا قريبين مني. زائد طبعا ايه بقى اشجع بقى كمان. ودايما ابقى ايجابي. يعني دايما انا بوجه. وممكن يحصل اكيد طول المباراه يبقى في بعض السلبيات من الناس اللي موجوده، ممكن كره تقطع، ممكن كره عايز يلعبها باص معين. هنا بقى ازاي بالظبط ازاي انا بقى وانا كمان بوجه اشجع الناس، ابقى ايجابي دايما في في في, في توجيهاتي. دايما ابقى ايجابي. ليه؟ لان حتى انا حتى لو في حد اخطا. طبعا. طبعا. لان انا ما ينفعش انا يعني العتاب هنا بيبقى ممكن ياخد منك شويه. أوكي. وياخد من الراجل اللي انت بتعاتبه ده. فلو انت يعني بيحصل اكشن ولا حاجه، بيحصل اكشن فده. وانا ما شفتوش الكلام ده للامانه، يعني الشناوي فعلا يعني ما شاء الله الحاجات دي بيعملها كويس قوي، يقدر يسيطر. انا اخر مباراه احنا كنا بنلعبها الاهلي مع المقصه، انت عارف انا ما فيش جمهور، سامع كل حاجه، سامع كل حاجه. الشوط الثاني احنا كان الشناوي هو الاقرب لينا، فدايما الشناوي انا سامع كل حاجه، سامع يعني اعمل كذا، اتحرك، اضغط. هو على طول هو وايمن اشرف دايما. هو ايمن وبدري وكل الناس الامانه، كل الناس بيواجه، حتى الناس بتوع نص الملعب، حتى الناس اللي قدام لما بيبقى فيه بيضيع فرصه يعني غصب عنه بتضيع او كده. فدايما في توجيه، والتوجيه دايما ايجابي، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. طيب هرجع للنقطه دي تاني، بس حضرتك بتفتح لي دايما مواضيع الشناوي واخطا في مباراه بيراميدز. هل من الممكن ان هو يكون لسه بيفكر في هذا الخطا ولا يعني؟ بص يا كابتن، الشناوي ما شاء الله يعني وصل شخصيه قويه. ايوه. وشخصيه قويه دي ما ينفعش انا افضل عايش على الخطا، لان انا لو عشت يعني فكرت في الخطا كتير هياخد مني، وهياخد مني في المباراه اللي بعديها والمباراه اللي بعديها. لا، انت عشت مع الشناوي كتير يا كابتن، يفكر في النقطه دي ازاي او عمل الشناوي إيه؟ الشناوي دايما يعني ايه طبعا بيستفيد من الخطا. انا كلمته على فكره بعد المباراه ديت. كلمته بالليل او تاني يوم على طول. فانا يعني عايز افهم يعني، فبقول له، قال لي انا لما الكره رجعت له من رامي، كان المسافه على فكره كانت المسافه بينه وبين المهاجم كانت مسافه كبيره. يعني عشان كده اول ما الكره رجعت له، هو كان اول حاجه كان بيفكر على طول يحطها ببطن رجله في يعني يحطها عاليه في نص الملعب. اوكي. فهو بيحطها ببطن رجله في نص الملعب، بدري بانون طبعا كان مواجه للشناوي. راح شاور له قال له العب لمين؟ لحسين الشحات. ده بدري. بدري قال له. أوكي. يعني شاور له كده، حتى لو شفنا الكره دي هتبص تلاقي بدري بانون بيشاور له بايدين العب لناحيه اليمين لحسين الشحات. أوكي. في اللحظه اللي كان الشناوي هيبدا يعمل ايه؟ يحط واحدة في نص الملعب، لان خد بالك وده الاوقع، ده الحل الامثل. أيوه. ان انا ايه عشان ايه، لان انا لما الم الكوره، لان لو انت خدت بالك بعد ما رامي رجع الكوره خدت وقت على ما بدات تروح لرجل الشناوي. صح. كان تراوري عمل ايه؟ كان بدا يفتح السبرنت جامد قوي في اللحظه اللي الشناوي كان عايز يحطها واحده، لما بدري شاور له حب يوقف، ف
فما بصش على كان لازم عينيه تروح للكوره ما بصش على الكوره هي دي برافو هي دي ما بصش على الكوره وهو بيحط رجله على الكوره آه. عشان كده الكوره لو انت خدت بالك التسلل مشيت على صباعه الكبير ما جاتش يعني هو طبيعي ان يوقفها ببطن رجله بطن رجله هو بيوقفها راحت فين راحت على وش رجليه من قدام على صوابعه من قدام فمشيت فطبعا قام داخل تراوي وحط وحط رجله انما بقول لك وارد الكلام ده وبعدها على طول الشناوي لعب مباراه واثنين لا طبعا انا بتكلم ان هو هل من الممكن ان هو يكون لسه بيفكر في لا لا لا, لا عدى خلاص عدى بدليل ما هو مش ده اخر خطا ولا اول خطا طبعا يعني انما برضو الامانه اخطاء الشناوي متباعده قوي يعني هو ده الحارس الكبير ان انا يبقى عندي خطا بس أيوة. كل قد ايه كل كم مباراه كم مباراه في الموسم يعني او كم خطا في الموسم حضرتك بتقيم الحارس طبعًا. الكبير او الحارس النجم طبعا باخطائه حتى طبعًا. لكن بس قد ايه يا كابتن اسلام قد ايه كم يعني انا بلعب موسم بلعب فيه 34 مباراه محليه تمام. ما بلعبش ال 34 ممكن العب منهم مثلا كحارس اساسي ممكن يفوتني مباراه او اثنين او ثلاثه بيبقى عندي بقى 30 30 مباراه زائد ان انا بيبقى عندي يعني لو اتكلمنا على بطوله افريقيا ابطال الدوري بتلعب حوالي 14 مباراه عشان توصل نهائي مزبوط. بتلعب 14 صح فقد 14 مباراه كمان زائد 30 بتلعب 44 ولو عندك لو انت حارس دولي بقى كمان بتلعب لك كمان 10 او 15 مباراه بتبص داخل في 60 مباراه زي لو لعبت كاس كمان هتلاقي داخل في 60 مباراه احنا بنحسبها كده الحسبه بتاعتنا كده يعني فلما تبقى عندك 60 مباراه في الموسم ويبقى عندك خطأين او ثلاثه دي نسبه معقوله جدا 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 وكلام مهم جدا اللي بيقوله كابتن طارق يا جماعه الاسلام متكرر لازم نبقى فاهمين ان ده طبيعي وبيحصل طبعا وبنشوف حراس مرمى احنا اتفرجنا على بطوله اوروبا لسه خلصانه واتفرجنا على كوبا امريكا لسه خلصانه شفنا حراس مرمى ما شاء الله يعني حاجه تفرح وبرضه عندهم اخطاء طبعا الاخطاء ما يعني ورغم ان حراس المرمى في البطوله دي بالذات كانوا مميزين جدا جدا ومش عايز اقول ان كانوا يعني دونا روما واخد احسن لاعب في البطوله مش احسن حارس أوكي. واخد احسن لاعب في البطوله وكسب منتخب ايطاليا حارس منتخب ايطاليا وكسب فرقته بضربات الجزاء مظبوط خد بالك ماتشات كتير قوي خلصت بضربات الجزاء وكان حراس المرمى لهم يد لهم يعني الكلمه العليا دور في في في, في فوز في منتخبهم يعني فعايز اقول ان الشناوي لما بيلعب 60 مباراه في الموسم ويبقى عنده خطئين او ثلاثه دي نسبه معقوله جدا يا كابتن اسلام يعني تقريبا كده انا بشوفها نسبه لا تذكر يعني لا تذكر يعني بتلعب كل 20 مباراه عندك خطا مثلا ده صح ده نسبه معقوله عليك. جدا 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 وخد بالك الخطا برضو ايه يعني في اخطاء بتبقى اخطاء يعني ممكن يشيل منها جزء يعني ما يشيلش الهدف بنسبه 100% ايوه مش 100% انما بالنسبه لحارس مرمى بيلعب 60 مباراه في الموسم ده نسبه لا تذكر يعني نسبه لا تذكر طبعا طيب. بالنسبه للشناوي هرجع مره ثانيه للماتش النهائي لان ده اهم حاجه طبعا هو اهم طبعا. حاجه هو اللي احنا كلنا منتظرينه الشناوي لما بيجي يتكلم مع اللعيبه حضرتك بتشوفه بيتكلم ازاي يعني بمعنى انت قلت لي ان هو كان بيتكلم مع بدر ومع ايمن ومع اكرم ومع معلول في مباراه المقصه لانه كان اقرب هل كلامه بيوصل لشريف محمد شريف مثلا كراس حربة هل كلامه بيوصل في الوقت ده بيوصل ازاي بقى ليه مفيش جمهور عشان مفيش جمهور لا احنا قبل لو في جمهور ده. المدير الفني ما توجيهاته ما بتوصلش انت عشان انت كنت بتبقى الماتشات كتير لعبتها ب 100,000 واكتر كنت بتطلع بره على الخط عشان تسمعه عشان تسمع دلوقتي لا انت ممكن كلام يوصل للفيرود ويوصل للباك يعني يوصل لكل اللعيبه اللي في الملعب وده شوف الماتش الاخير ماتش المقصه مع الاهلي يعني ماتشنا احنا لعبناه معاهم بيواجه كل اللعيبه واوقات يبقى مثلا بدري بيقول بيستلم الكوره وظهره العب لي يحط يعني عشان يسهل عليه فيلعب للشناوي الشناوي يبدا ياخدها ويغير لمين الناحيه الثانيه ناحيه ايمن وايمن ممكن لو اتزنق يحط يرجع للشناوي ثاني الشناوي يحط الناحيه الثانيه ناحيه مثلا علي معلول او يعني الشناوي دلوقتي الحارس المرمى بشكل عام بقى حل لخط الظهر بالكامل مظبوط بدل انا مديها واحده طويله وتبقى 50-50 طب انا ممكن ارجع يعني اعمل دوران واديها للشناوي الشناوي هو اللي يبدا الهجمه تاني من الناحيه الايه انا كباك خلاص الزاويه بالنسبه لي اتقفلت بالظبط فقدامي ان انا ممكن يا اعمل دوران واحط لي الشناوي يشوط ايه يشوط واحده قدام فالافضل ان انا اعمل دوران لكن هنا بقى التوقيت ده بيبقى تداخل الشناوي يعني طول ما بدري بنون عنده حل غير الشناوي بيعمل ايه ما بيتكلمش برافو عليك أوكي. ما بيتكلمش يبدا يتكلم امتى ما هو ده بقى هو ارجع لي تعالى هو ده بقى الذكاء وهو ده طبعا ده سنس حارس المرمى امتى انا مش عمال على بطال بتكلم وعمال على بطال عايز الكوره ترجع لي ورا وخلاص لا امتى انا بتدخل ان وانا لما بتكلم يبقى معناها ان انا ما حدش ضغط عليا معناها ان انا عندي مساحه ان يرجعها لي انا اخر واحد وشايف يعني اخر واحد وشايف فبيعمل دوران وبيرجع للشناوي يبدا الهجمه من الناحيه الثانيه يبقى انا حافظت على الكوره ممكن الكوره تيجي جون
يعني ممكن انا اجيب جون بسبب ان انا عملت الدوران ورجعت اللفه اللي حصلت دي. بدل ما اديها واحده، ما انا معناها ان انا شفت واحده دي معناها ان بقت 50-50. اوكي. مش ممكن يعني هترد عليا وممكن ترد مش فيها جول بالظبط كده. فهو ده بقى التدخل لحارس المرمى والسنس بتاع حارس المرمى. امتى تتدخل مع الباكين اللي قدامي او الديفندرين اللي في نص الملعب، او حتى لما انا احب ابقى حتى اوجه بشكل ايجابي او اتكلم بشكل ايجابي للناس اللي قدام، لو بنتكلم على شريف او بنتكلم على الناس اللي قدام بقى جاي وقفشه وحسين شحات وطاهر محمد طاهر، كل الناس اللي قدام يعني. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن طارق، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل المباراه النهائيه، ماذا سيحدث في المباراه النهائيه من وجهه نظر كابتن طارق سليمان بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن طارق، كنا بنتكلم في الاوف اير دلوقتي عن اللاعب رقم 3 198 الشناوي هيعمل ايه؟ يعني هو اللي يطلع يعني اطول واحد عندنا الشناوي. هو بيطلع في الكرات الثابته دايما يعني سواء الكورنر او الفاولات رقم 3 الفاولات اللي من الجنب دايما هو بيطلع فيها، لانه طبعا بالطول ده كده وهو برده بيجيب اجوان يعني. هو اطول من الشناوي كمان بست أطول سبعة سنة. بحوالي 7 سم. الشناوي 91 91 191 ده 198 198 7 سم. فهنا طبعا هيبقى في صعوبه طبعا اكيد، بس هنا بقى التوقيت اللي انا بطلع فيه وازاي اخد من فوق واخد من اعلى نقطه واخد من قدام الراجل، ولا ممكن العب انا كمان بطلع بايديا، فايديا دي بتديني طول. اوكي. يعني انا راجل 185 لما برفع ايديا واقف تحت المرمى انا بلمس العارضه، والعارضه 2 متر 44. برفع ايدي بس كده بلمس العارضه 2 متر 44. اوكي. فبلمس معناها ان انا ايديا بتديني طول. لا انا بتكلم يعني ما هو اكيد برضو اللاعب رقم 3 ما هو اكيد ذكي وعارف ان الشناوي بايديا هيبقى اطول منه، فاكيد هيبقى من بعيد تلعب له الكره على البعيد. الشناوي يعمل ايه؟ ما هي كانت حاسب بقى هل الكره دي في فرصه ان انا اطلع العب اخد بالعرض او العب بوكس ولا العب على الثانيه. اوكي. في فرصه ان انا اطلع واخد من اخد كره عرضيه واسهل الدنيا عليا من بدري، يعني بدل ما قبل ما الراجل يلعبها بدماغه وتبقى في صعوبه عليا، فطالما في فرصه ان انا اطلع اخدها بطلع اخدها. أوكي. طيب مفيش في ايوه مفيش فرصه يبقى انا بعمل الدوران وبتمركز في مكان كويس ولا بعد الثانيه. الثانيه دي اللي الراجل يعني غالبا الراجل هيلعبها بدماغه فين؟ في المرمى. في المرمى. فلازم ابقى متمركز صح، لازم ابقى انا ما بقاش نازل لتحت قوي، يبقى لازم ابقى قريب من خط المرمى. اوكي. لازم ابقى قريب من خط المرمى، طالما كرة بالعرض والراجل يحطها بدماغه ما ينفعش يبقى بينه وبين خط المرمى 2-3 ياردة. مشكلة. كحارس مرمى. طبعا. مشكلة كبيرة جدا، وشوف كده اتفرج على الدوريات الأوروبية واتفرج على كل الدوريات في العالم. واقفين على الخط. دايما الحارس لما تبقى كرة عرضية بيبقى واخد خطوتين بره. أول ما عشان يطلع ياخد، طب الكرة مش بتاعته، يبدأ يعمل دوران، يبدأ يعمل ترن لورا كده بظهره ويبدا يرجع يبقى قريب جدا من خط المرمى. انما حته ان انا اتفرج كده تبص تلاقي دايما يعني بص الكره عرضية دي اللي كره عرضيه تلاقي قبل لا وهي عرضيه لسه رجع الكره عرضيه كده هتلاقي بص الشناوي فين بيطلع بالعرض بص بدا يرجع اهو خلاص الراجل بيحط دماغه بص الراجل بيحط دماغه بقى فين يا كابتن بعيد بص بقى فين لا بص بقى فين تمركزه فين بس خليك واقف كده يا سيدي وابتدى يتحرك بص تركزه بقى فين قريب جدا منين من خط المرمى هو على الخط تقريبا بالظبط كده لازم فعش يبقى متقدم لان الراجل ده لو لمس لما هتخش ممكن تعمل كيرف فوق كده لب فوق تخش فلازم ابقى قريب من خط المرمى عشان ما ابقاش في اعلى نقطه للكوره عشان ما ابقاش في اعلى نقطه للكوره ايوه انما انا لازم ابقى تحت شويه عشان الكوره وهي عاليه ابقى انا تحت تبدا تنزل ابقى انا ايه يعني لو مستنية. حضرتك هتنصح الشناوي في لعيب عنده 198 طول هتقول له ايه؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك كده يعني هو ده اللي هتقوله انا بقول لحضرتك لو الكره العرضيه انا عندي احاول اطلع اخدها طبعا بس مش معنى كده ان اطلع في كل كوره عشان في اوقات تبقى صعبه وتبقى بعيده فعلى ما اطلع ممكن ما الحقش انما لو انا هطلع بايديا ببقى اعلى منه بكتير مع الجنب طبعا اللي انا بعمله بعديه بمراحل يعني طبعا فده رقم واحد ان انا لو عندي فرصه اطلع اخدها باخدها طب ما طلعتش خدتها خلاص على الخط خلاص يبقى انا برجع بتمركز مكاني وببقى قريب جدا من خط المرمى واستنى الكره الثانيه الكره الثانيه دي بقى ممكن العبها بدماغه هتبقى غالبا في المتناول بتاع الايه بتاع الشناوي مش هتبقى صعبه يعني يا رب ان شاء الله طيب على الجانب الاخر احنا برضو كنا بنتكلم دلوقتي عن الناحيه الهجوميه تقول ان مشكله الوداد في مباراته امام كايزر تشيفز الذهاب مباراه الذهاب انا اتفرجت عليها عمل 200,000 كره عرضيه بالظبط كده هي دي كانت مشكله ان انت مصر تعمل كرات عرضيه من اليمين والشمال وحارس المرمى كان موفق في المباراه دي جدا سواء كويس الحقيقه كان موفق للامانه يعني كان موفق هو المباراه دي عملها كان نجم المباراه الاول يعني كان موفق بس انت برضو مصر ان انت تعمل كرات عرضيه من اليمين وهم طبعا طوال فكل كره عرضيه هم بياخدوها كان لازم يبدا الوداد يبدا يتعامل معاهم من العمق يبدا يبقى فيه مهاره فرديه
يبقى في 1 2 من جوه، يبقى في شوتنج يعني يخش بقى، حاول يخش من جوه من الحاجات الضيقه اللي احنا اللي محمد شريف بيعملها، واللي بيعملها السليه لما بيطلع لما يزيد بالكوره، واللي بيعملها مجدي قفشه لما بيحطها بينيه بين خط الظهر. ايوه الحاجات دي سهله جدا ان انا اضربهم بيها، انما ما اصرش ان انا يا كابتن اسلام اعمل كره عرضيه من اليمين واعمل كره عرضيه من الشمال وهم يطلعوا ويبدا يبقى في واحده مثلا تطلع بره 18 فيحطها واحده مرتده لحد من الناس اللي قدام فتعمل عليا مشكله. فدايما انوع شويه، ما بقاش انا مصير. الوداد في المباراه اللي تعادل فيها 0-0 في المغرب اكتر من، مش عايز اقول انت شفت الماتش، كرات عرضيه كتير جدا من ناحيه اليمين، كله كرات عرضيه. طب ما خلاص، ما انا لازم اغير اسلوب الهجوم بتاعي شويه، ابدا اخش من العمق. يعني مجدي قفشه ما هو بيخش اوقات كتير كده وحاططها بين السردباكين بالراحه كده، بص رايح واحد رايح راح. لما يبقى عندك سردباكات طويله لو حطيتها على الارض اكتر وبطأ، لو حطيتها على الارض اكتر ده انا ممكن بس اعمل دوران واشوط. شفناها كتير، شريف بيعملها كتير جدا، بيعمل دوران ويشوط ويجيب جوان كتير من في الحته دي. فلازم يبقى عندي تنويع في الناحيه الهجوميه، ما يبقاش معتمد اعتماد كلي على الكرات العرضيه من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. طيب الناحيه الدفاعيه نعمل فيها ايه؟ بمعنى خلاص احنا اتكلمنا عن الشناوي بشكل كبير، وقلنا ان احنا لازم اتنين يقفوا، احنا مش هتبقى عندنا الناحيه الدفاعيه في مثل هذه في يعني على شكل وطريقه واداء ولعب نادي كايزر تشيفز. كايزر تشيفز بيلعب في 30 يارد بالظبط، بعدين بيعتمد على رقم 9 زي ما شرحنا، حتى طويله وطويله والناس بتكمل بالظبط كده. لازم دايما يبقى احنا عندنا اعداد اكبر بالظبط في اي بالزبط. طريقه انت مع ان هو يلعب بثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين؟ لا انا شايف ان المباراه دي يعني يلعب باثنين، يعني اثنين بالنسبه للنادي الاهلي، اثنين مع التنظيم الدفاعي بتاع النادي الاهلي، لا عشان يبقى يعني يبقى مالك نص الملعب كويس، يبقى عنده ناحيه هجوميه افضل. يلعب باثنين حتى في ظل اللي حضرتك بتقوله ان لازم دايما يبقى في حد متواجد مع السردباكين. ما هو اللي بيحصل ايه، ان يبقى في لعيب واحد بس هو اللي بيعمل عمق هجومي. او هم بيطلعوا عليه محطه بيطلعوا عليه. فده بيبقى دايما معاه اثنين، واقف معاه اثنين. طب انت مش عايز اكتر من كده. وبيبقى كمان باكين بيبقى برضه قريب، ما بيبقاش طبعا معاهم تحت، بس بيبقى في نص الملعب بس قريب. انما انت عشان تلعب بثلاثه فانت بتقلل برضه الناحيه الهجوميه، انت محتاج تجيب جون. يعني زي ما كنا بنتكلم، لو جبت جون بدري شويه هيريح الدنيا هتختلف طبعا. طيب هم هيعتمدوا على يعني الناحيه الدفاعيه يعني بشكل كبير جدا. فانت كمان ما بتلعبش بقى بثلاثه في نص الملعب، ممكن بعد كده تلجا لها اثناء المباراه، ممكن يعني ربنا يوفق يبقى في هدف في الاول، او ممكن يبقى في هدفين، فيبقى انت معاك. يبقى انت هو بص يا كابتن، عايز تستحوذ اكتر. الله يعني الراجل بيعمل سيناريوهات كتير قوي في اثناء المباراه، يعني بيعمل في اول ربع ساعه وفي بعد نص ساعه، وشفنا الكلام ده مثلا لما طلع ياسر في مباراه، طلع مباراه المقاولين العرب لما طلع ياسر ابراهيم ونزل مهاجم وبعد كده قام مرجع ايمن اشرف. يعني بدا عنده حلول كتير، وما شاء الله في مرونه تكتيكيه، في لعيبه كتير بتلعب في اكتر من مكان. مظبوط، فده بتسهل له حاجات كتير قوي. ما شاء الله يعني اللعيبه ايمن اشرف ممكن يبقى باك ليفت، وشفناه كتير جدا يعني في مصر مثلا الترجي في تونس اللي الاهلي كسب فيه 1-0، فترات كتير جدا كان بيبقى كان بيلعب بثلاثه. كان بيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ كان حمدي قفشه سوري حمدي فتحي بيعمل ايه؟ بينزل جنب بدر، وايمن اشرف يرحل فين؟ شمال وعلي معلول يبقى فين؟ قدام جناح، يبقى جناح. طول المباراه، طول ما الكوره مع النادي الاهلي كانت كده، تلاقي حمدي فتحي جنب بدر، ينزل جنب بدر بانو، وايمن بيروح ناحيه الشمال وعالم بيطلع فين؟ لقدام. طب الاهلي خسر الكوره ترجع تاني، تلاقي علي رجع باك ليفت، وايمن ضم، وحمدي بقى فين؟ الستاره اللي هم الثلاثه اللي ايه في نص الملعب، وحمدي وديانج وعمرو السولي. شفناها كتير جدا في الشوط الاولاني بالذات، اتعملت كتير قوي قوي. يعني موسيماني دايما بيبقى حريص على ان هو يفرج اللاعبين على فيديوهات لكايزر تشيفز. اكيد طوال فتره السفر كريم احمد من المغرب كان دايما بيقول لنا هذا الكلام، ان هم قاعدين بيتفرجوا دايما على الايباد على اعتقد ان ده شيء جيد. ولا طبعا ممكن جيد جدا، جيد ما يزودش الضغط شويه ولا حاجه؟ لا يعني بالعكس، انا شايف ان انا يعني احنا مثلا كحارس مرمى بنتفرج، لو هم لهم ضربات جزاء بيشوط ضربات جزاء، بنتفرج على الناس اللي بيشوط ضربات جزاء، بنتفرج على الناس اللي زي ما حضرتك بتتكلم طول رقم ثلاثه طوله 197 سنتي. فده لو انا مثلا نزلت الماتش واتفاجئت بيه، طب ليه؟ طب ما انا من بدري ابقى شايف، طبعا ابقى شايف الاجوان اللي بيجوها ازاي. كرات عرضيه، كورنر، فاول، شوتنج بره 18، فاولات، الحاجات دي كلها مهمه جدا، بتديك انت خلفيه عن الفرقه وتديك صوره كبيره جدا عن الفرقه. فلما تيجي تلعب معاهم بتبقى انت خلاص اوريدي انت في مخزون عندك عن كل لاعب في الفرقه، فبتسهل عليك حاجات كتير قوي. انما موضوع ان انا ما اشوفش الفرقه تماما واقول لا اصل هيعمل عليا ضغط، لا انا لعيب كبير. وانا لعيب اتحطيت في، انا بلعب مع النادي الاهلي وباخد بطولات وبلعب كاس عالم وبلعب مع انديه كبيره وبلعب مع فرق منتخبات، بلعب لا انا راجل لعيب دولي. فموضوع ان انا اشوف فرقه ويبقى فيها لعيبه كويسه وتعمل عليها ضغط واخاف وكلام ده مش يعني
خلاص. لا الموضوع ان انا اشوف فيديوهات دي مهمه جدا جدا يعني، مهم بالعكس، وكمان اشوف فيديوهات ليا انا بقى، ليا انا كحارس مرمى او كلاعب او كلاعب يعني، فيديوهات جماعيه بقى للاهداف اللي احنا بنجيبها، للكرات الحلوه اللي اتعملت وجات اجوان، ولو في حاجه سلبيه ممكن يعني ده كان بتتعمل. انا مهتم كان في بعض المدربين الفنيين بيعملوا ايه بقى، يعني مثلا كابتن اسلام عنده حاجه سلبيه ممكن كابتن اسلام لوحده مع مثلا المدرب العام او مع المدير الفني يفرجوا عليها لوحده، يقول له خلي بالك ما تعملش بالك كده، في كذا وفي كذا وفي كذا، عشان برضو ايه ما يبقاش ايه على الملأ قدام كل اللعيب. انما لو في حاجه ايجابيه بالعكس ده انا اكبرها قدام الناس كلها. كان في مدربين فنيين بيعملوا الكلام ده، حاجه سلبيه بياخد كل اللاعب عن حده يعني، مع المدرب العام او المدرب المساعد او حتى مع المدير الفني حاجه سلبيه وبيكلموا فيها، بيجي بالماتش اللي بعده بيعالجها. ما هو ده كابتن اسلام، هو التطور بيجي ازاي يعني، انا هطور حارس المرمى بتاعي ازاي؟ ما كنتش انا لازم كل مباراه يبقى عندي سلبيات وعندي ايجابيات، بحاول اقلل السلبيات والايجابيات تعمل تزيد. عندي المباراه اللي جايه سلبيه احاول اعالجها عشان اخلص منها، ودي هي دي الخبرات وهي دي اللي بتنجح ودي اللي بتجيب بطولات. التفاصيل الصغيره الكتير دي كل ما تبقى انت بتهتم بيها بتنجحك في المباراه وبتنجحك انت تاخد بطوله. طيب انك اتفضل، لو ما عندكش حلول للتفاصيل الصغيره دي هتكتر وهتبقى عندك مشكله. فلازم انت اول باول تقول طبعا طبعا تقول انا عندي، هو ده المدرب الكويس يا كابتن اسلام. اما انا لو ما عرفتش التفاصيل الصغيره دي يبقى انا مش، يبقى انا مدرب مش شاطر، يبقى انا مدرب ما انا يعني انا عندي مشكله هعالجها ازاي وانا مش عارف المشكله يعني، وانا مش عارف اوصل للمشكله، مش عارف اوصل للمشكله. ايوه فهمت. هعالجها ازاي؟ فلازم اوصل لها ولازم اللاعب يبقى مقتنع باللي انا بقوله ويناقشني ويفتح حوار. انا كنت بعمل كده يعني، احنا لما بنيجي نتكلم في اي سلبيه بفتح حوار مع الحراس ولازم هم يتكلموا معايا، طالما مفيش جدال وطالما احنا ما بنتكلمش في يعني انا لا انت مفيش جدال، بالعكس طول ما انا الراجل اللي قدامك ده مقتنع بقدراتك وعارف ان انت بتتكلم صح وبتكلم بمنطق، فصدقني هتلاقي الدنيا بتبقى سهله جدا، مختلفه تماما، طبعا بتبقى مختلفه. طيب اكرم توفيق في الجانب الايمن من وجهه نظرك شايفه ازاي؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني من ساعه الفتره اللي لعب فيها ادى بشكل كويس قوي يعني تحس انه مولي المكان ده واقف فيه بشكل كويس جدا جدا، ويعني تحس انه بقى منافس قوي لمحمد هاني يعني كلمه حق تتقال يعني. لما لعب انا شايفه انه يعني ادى في كل المباريات اللي لعب فيها ادى بشكل كويس قوي. وهاني طبعا قبل ما يقعد وقبل الاصابه كان ما شاء الله وصل لفورمه عاليه جدا جدا وبقى في منتخب مصر وخلاص يعني بقى مالي المكان ده. سبحان الله بقى انت كنت بتدور على، خد بالك في فتره لعب فيها بيكهام. معلش يا كابتن طارق، ده طبعا وصول اللاعبين بعد انتهاء المران في ملعب التدريب ووصولهم الى ارض او فندق الاقامه في المغرب في الدار البيضاء زي ما حضراتكم شايفين. يعني على قد ما بنقدر الحقيقه بنحاول دائما ان احنا نكون مع حضراتكم لحظه بلحظه لكل لاعبي النادي الاهلي عشان تبقوا عارفين. شوف هنا هنا الصوره هنا الثلاثه اللي في خط الظهر يعني رامي وبدر وياسر ابراهيم. تحس ان العلاقه حلوه يعني في جو حلو. اللي يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. انا بشوف ده، خد بالك دي يا كابتن اسلام بتجيب بطولات. اوضه اللبس دي تبقى سبب رئيسي في ان الفرقه بتفوز ببطوله او المنتخب بيفوز ببطوله، اوضه اللبس. فانا شايف العلاقه ما شاء الله علاقه ممتازه يعني بين اللعيبه كلها، واكيد العلاقه اللي عامل العلاقه ده كابتن اسلام هتبقى راجعه برضو ان في جهاز فني كويس، جهاز فني طبعا بيعرف يتعامل مع اللعيبه سواء بقى مدير الكوره، الراجل المدير الفني، الجهاز المعاون اللي موجود كله، الكابتن الخطيب موجود معاهم في 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 في, في المغرب وموجود في كل التدريبات حتى قبل ما يسافروا. فالجو ده جو اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق، وانا متفائل خير يا كابتن اسلام يعني. يعني احساسي كده ان شاء الله يبقى في مكسب ومكسب مريح يعني ان شاء الله. وجود اللاعبين اللي خارج القائمه شايفه ان هو ليه؟ هنا اتعاملت قبل كده كتير. أيوة. وكانت نقطه ايجابيه ما كانتش سلبيه، خد بالك ممكن الناس تقول العدد كبير بالظبط يعني اصل في ناس بتقول هذا الكلام، عشان كده انا بقول لك اتعاملت معاك كده، اتعاملت كتير قبل كده وكانت نقطه ايجابيه جدا. طالما انا ايجابيه من ناحيه ايه يا كابتن؟ ايجابيه من ناحيه ايه؟ بص يا كابتن، انا ممكن اخد عدد كبير وانا متاكد ان انا جوه، انا بره، انا في المدرج، انا مش يعني بتلاقي مش الروح خالص. يعني ده اللي بقول لك عليه يعني. العدد الكبير ده هيبقى سلبيه امتى؟ لو انا مثلا انا كراجل مثلا مدير فني باجي اختار 11 لعيب قبل المباراه مثلا بيومين او بثلاثه عشان اعمل تكتيك معين، فتبص تلاقي ايه بقى الناس اللي بره تعمل ايه، تبدا بقى اللي يلو بوزه واللي كشر واللي مش عارف، تبص تلاقي الجو العام بتاع الفرقه مش حلو. لو انا باخد العدد ده
وانا يقينا عارف ان هيبقى في مشاكل مش هاخد العدد ده. انما انا متاكد يقينا ان اللعيب اللي بره بالعكس. انت اول لقطه شفتها قلت ما عشان كده بقول لك ايه. النهارده لو الراجل مثلا حب يعمل فاولات وحب ياخد مثلا مجموعه من اللعيبه اللي هتبدا المباراه واعمل عليهم تكتيك معين، هتبص تلاقي اللعيبه الثانيه بتعمل يعني اي حاجه سلبيه تاثر على المجموعه. ما اعتقدش ان ده هيحصل. مستحيل، لان يعني لما الوقت اللعبه كلها عاملين كده مع بعض. أوكي. اللي جوه زي اللي بره زي، المهم ان في النهايه الفرقه دي ترجع بالايه؟ بالبطوله بالكاس. فعشان كده لو العدد زاد او العدد بالعكس العدد زاد هتبقى نقطه ايجابيه جدا في صالح الفرقه. انت شايفها نقطه ايجابيه عشان زي ما بقول لحضرتك كده كابتن اسلام، انت واصل لمرحله انا مش باصص، انا يعني مش باصص لنفسي، انا كلاعب مش باصص لنفسي ان انا عايز ابقى موجود في الملعب وخلاص، لا انا باصص لاسم نادي الاهلي وفريق الاهلي ياخد البطوله. الاهلي ياخد البطوله حتى لو انا بره. وده شفناها في ماتشات كتير قبل كده والاهلي ده يعني حصلت في اي نهائي من اللي حضرتك اتفضل نهائيات كتير. في ماتش الترجي في 2012 احنا كنا مسافرين، كان عدد كان كبير، كان في لعبه كتير بره. انت فاكر انا كان في ده كان على الدكه بركات وابو تريكه ومتعب وكان في لعبه كتير على الدكه وكسبنا هناك وكنا حتى اللي بره الفرقه كنا وكان في ناس بره في الموضوع، كنا متعادلين 1-1 ورحنا هناك كابتن حسام خد كل اللي خد لعيبه كتير ورحنا هناك كسبنا 2-1 وخدنا البطوله. وكان في متعب وبركات وابو تريكه على الدكه وكسبنا. فحصل كتير في ماتشات كتير كنا بنسافر، العدد كان بيبقى كبير. لو كابتن حسام قبل ما يسافر او حاسس بالاوضه اللبس مش تمام مش هيعمل كده. هيقول لك لا انا اخد 22 لعيب او اخد 23 لعيب، ثلاث حراس مرمى و20 لعيب عشان لما اروح هناك يبقى اللي بره 2 3 انما انت واخد عدد كبير. لا انا شايفها نقطه ايجابيه مش تبقى سلبيه خالص. نقطه ايجابيه وليست سلبيه، لانه طبعا الكلام كتير في النقطه دي، ولكن في النهايه احنا شفنا ده تجربه واضح ان هي تجربه. وتجربه عشت الكلام ده حضرت تقريبا 7 نهائيات. ما عشان كده بسال حضرتك لا النقطه ايجابيه مش هتبقى سلبيه خالص ان شاء الله باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع على فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن طارق سليمان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن طارق، بدر بانون ووجوده في بلده في المغرب ووجوده كمحترف في النادي الاهلي، هل ده هيفرق مع حفظه للملعب، لعب في الملعب ده كتير، هل ده هيفرق؟ بص ما فيش شك طبعا ان هو بشكل عام بدر بانون انا شايفه يعني من اللعيبه اللي فرقت جدا جدا مع دفاع النادي الاهلي في الفتره اللي بدا يلعب فيها، لان هو انا فكرني بعماد النحاس الامانه يعني ايام ما كان موجود عماد كان دايما الاهلي بيبدا الهجمه صح من ورا، يعني مزبوط. دايما عماد كان بيطلع كرة صح قوي. فانا شايف ان بدر فرق جدا جدا في دفاعات النادي الاهلي، وبقى الاهلي دايما الكرة بيبدا الهجمه من تحت. بدر من النوع اللي ما بيشتتش كتير، دايما بيبدا الكرة صح. فدي نقطه مهمه، حتى بدا كمان حتى الناس اللي جنبه بدا يلعبوا نفس الاسلوب بتاع بدر، وده بقى اسلوب دلوقتي موجود في العالم كله يعني. انما بدر الامانه هيفرق جدا مع دفاعات النادي الاهلي في كل المباريات اللي لعبها وكمان في النهائي ان شاء الله. زي طبعا كمان انه زي ما حضرتك قلت انه دي بلده طبعا، واكيد الملاعب دي لعب عليها حافظها كتير. طبعا مفيش كلام يعني. فاكيد هتبقى نقطه ايجابيه يعني أيوه. نقطه ايجابيه يعني تضاف يعني للنادي الاهلي ان بدري بيلعب لعب على الملاعب دي كتير، واكيد طبعا هيبقى برضه ممكن يبقى روح معنويه في حاجات كتير قوي يعني انا بلعب في بلدي. طبعا مفيش كلام يعني. طيب كابتن طارق، نروح لحارس مرمى او هم اثنين حراس مرمى بيلعبوا يعني انا او الثلاث حراس مرمى لعبوا يعني لعبوا الثلاثه لعبوا انت مذاكر الاساسي انا اتفرجت على دانيال، هو اللي يعني هو اللي بيلعب الفتره الاخيره، وهو اللي لعب المباراه الاخيره مع نيجيري هو الحارس المختلف منتخب نيجيريا ولعب طبعا المباراه الاخيره مع الوداد، ولو انا كان متالق فيها وخد افضل لاعب في المباراه وانا شفت المباراه كان هو كان موفق يعني هو ايه انا شايفه مش من افضل حراس يعني في حارس مرمى تاني افضل منه، انما هو كان موفق قوي في المباراه دي. انما بشكل عام طبعا هو برضه عشوائي يعني لو احنا بنتكلم على الفرقه بشكل عام في عشوائيه وفرقه ممكن يعني بتتكلم على تحركاته بقى الحاجات اللي انت يعني شايفها ان هم تحركاته تحت المرمى خروجه من المرمى حتى الشغل المهاري بتاعه برضو مش يعني ما فيش فيه مهاره ما فيش فيها انسيابيه ما فيش فيها لا في عشوائيه في الاداء. انما هو كان موفق كان موفق، انما مش معنى كده ان هو يعني يبقى ده اهم نقاط الضعف اللي شفتها فيه. هو ما بيطلعش خالص يا كابتن اسلام من تحت المرمى يعني هو واقف تحت المرمى ما بيطلعش تماما. الحاجات القريبه جدا بيطلعها، عنده الرياكشن عالي قوي يعني الحاجات دايما اللي بتتحط بقى بالدماغ، لان طبعا الوداد كان بيلعب كره عرضيه وكان دايما بتتحط بس كانت بتبقى محطوطه قريبه جدا منه،
فكان دايما بيطلعها بيلعب عليها بشكل كويس قوي. انما هو طبعا في الحاجات لو اتحطت بعيد لو اتحطت بعيد او 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 حاجه جايه مباشره فيها شوطه فيها 1 2 اتحط سريعا مش لازم اصعب عليه. انما هو كحارس مرمى بشكل عام لا برضه من الحراس اللي انا بعتبرهم انا شفته في المباراه اداؤه كان كويس. فما اقدرش اقول ان هو في عشوائيه فنقدر نسجل فيه وده على فكره دخل فيهم اهداف. هو طبعا في 7 ماتشات ما دخلش فيهم اهداف بس ان عندهم نسبه اهداف يعني دخل فيهم اهداف برده مش قليله. يعني في المباراه القليله مثلا مباراه سيمبا اتغلبوا 4 اتغلبوا 3 اتغلبوا 3 انا اسف كسبوا 4 واتغلبوا 3 وفي مباراه ثانيه دخل فيهم اهداف كتير. حتى الوداد في الاول كان دخل فيهم كان الوداد كسبان 4 في دوري المجموعات فلا يقدر نقدر نجيب فيهم اهداف كتير يعني. فبشكل عام لا هو حارس مرمى يعني نقدر نقول حارس مرمى جيد انما مش يعني مش شناوي مش يعني من التوب يعني لا طبعا مش من التوب طبعا يعني. ووجود لعيبه مدافعين كبار وطوال بيسهل بيسهله طبعا بيسهله خلاص بقى انا يعني ما بقى عندي مدافع قدامي طوله 197 سنتي والناس اللي موجوده برده المدافعين طوال والمدافعين ده اللي جنبه برده حاجه 180 طيب يعني انا هنا في التوقيت ده طبعا كل الكرات العرضيه اللي بتتلعب يعني المدافعين بيشيلوها. يعني كنت بشوف الكلام ده لما كان موجود معانا حجازي احمد حجازي لما كان موجود معانا الفتره اللي لعب فيها حجازي في النادي الاهلي حاجات كتير قوي يا كابتن اسلام كنت دايما في اي مكان تبص تلاقي حجازي اخر يعني حجازي دايما يطلعها عدت من القائمه الاولانيه تبص حجازي ودايما حجازي بيبقى فين؟ بيبقى متمركز في النص. اوكي. تبص تلاقي الكوره جايه دايما هتطلع حاجات كتير قوي وحاجات خطر كتير جدا علينا الامانه يعني لما كان موجود فيبقى عندك مدافع طويل ده دي ميزه كبيره جدا. وفي نفس الوقت بقى لما يبقى الحاجات دي عرضيه ليهم هم لما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه كورنرز قلنا لو في كورنر ليهم او في كرات ثابته فاولات من بره ال 18 هتبقى خطر جدا عشان عندهم اطوال. فمهم جدا برضو ان الطويل ده بقى يبدا يعني يبدا اللي دايما تشترك معاه كابتن اسلام ويبقى كتف في الكتف حتى هو ما يلعبهاش. يعني مش لازم انت تلعبها تاخدها بس على الاقل تطلع معاه تشترك معاه عشان حتى لو لعبها ما يلعبهاش. مهم النقطه دي قوي طبعا قوي. يعني الاشتراك مجرد الاشتراك اللمسه دي بتغير بص عشان حتى ما يلعبهاش مستريح بدل ما يطلع فوق ويركبها ويبقى ضامن لا انا اطلع معاه ويبقى في احتكاك قوي بدون ما يبقى فيها عنف. يعني بدون ما يبقى في لا اللمسه الخفيفه دي اللي هي بالكتف طالع احتكاك قوي احتكاك في يعني في قوه كده في الاداء انها بدون ما يبقى فيها تهور. هي اتلغت قاعده ان حارس المرمى يطلع يتلمس في الست يارده دي بتاعته اتلغت القاعده دي ما اتلغتش ولكن برضو دلوقتي محدش بيعمل بيها معرفش يعني بيبقى ليها طبعا شروط لها مواصفات زي انت تتحسب وانت ما تتحسبش. طب الحارس المرمى يعني هو طلع ياخدها وكان هو يعني هو الكره بالنسبه له كانت مسيطر عليها وكان في احتكاك من 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 اللاعب او لا هو اللي طلع وخبط في الناس لا يعني الهدف لو تفتكر الهدف بتاع اللي احنا جبناه في بيراميدز وما اتحسبش بتاع بواليا وشريف اكرامي لما كان طالع يمسك الكوره ووقعت من ايده ما دي اتحسبت على بواليا انا فاكرها طبعا مش فاكر لا ولو انت فاكر من سنتين ماتش الاسماعيلي وماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي نفس اللعبه تقريبا كان موجود معانا محترف سيرد باك كان اسمه انا ناسي اسمه دلوقتي المالي برافو عليك ده طلع احتكاك عادي جدا طويل برضه طلع احتكاك عادي جاب جون صحيح 100% فاكر الماتش ده تعادلنا في 1-1 كان برضه نفس الفكره كده لكن القاعده دي ما اتلغتش بس هي هو في النهايه الحكم بيبقى حاطط لها قيود اكتر يعني بيحط لها قيود اكتر بس بيرجع دايما ايه يقول لك يعني وانا طالع انا يعني كره انا بتاعت انا وضامنها وطالع ومسكها وفي احتكاك حصل ولا انت طالع والراجل كان اقرب ليها بدليل ان في اوقات حراس مرمى بيطلعوا بتحس انهم ضربات جزاء لانه ما بيلعبش الكوره بيخش مثلا في دماغ اللاعب اللي قدامه او بيبقى في احتكاك قوي جدا والراجل لمس الكوره قبليه فبيحسب ضربه جزاء. فهنا طبعا هي هتبقى راجعه طبعا شويه لتقدير الحكم يعني. اخيرا يا كابتن طارق لو انت في مثل هذه المباراه المدرب حراس المرمى اخر كلماتك لمحمد الشناوي هتبقى ايه؟ او للحراس طبعا محمد الشناوي وعلي في النهايات اللي انا كنت متواجد فيها بحاول اقلل الكلام قوي مع الشناوي فعلا؟ طبعا خلاص بقى احنا انت وصلت انت مركز بنسبه عاليه قوي فكتر الكلام هنا بيشدك اكتر يعني ايه انت مش محتاج كلام كتير بس الناس بس كل كلمه بتتقال بتبقى انت قاصدها وانت تقولها يعني ممكن كلمتين ثلاثه ما يعني ايه وانت تتقال يعني بيبقى في توقيتات معينه بتتقال تقول امتى يا كابتن لو انت هتتكلم يعني ممكن اتكلم مثلا ومثلا قبل الماتش هو احنا رايحين نسخن قبل ما يبدا المباراه خلاص يعني كلمتين إيه الحاجات دي مش هتنسي ايه اللي هتقولها له يا كابتن خلاص شناوي احنا وصلنا خلاص احنا 90 دقيقه ونتوج المباراه فخد بالك من كذا وخد بالك من كذا زي ما كنا بنتكلم في البدايه
ركز اعمل كذا، اتكلم مع لعيبتك، اتكلم مع اللعيبه، تبقى هادي جدا جدا، تبقى ما تبقاش في اي انفعال حتى لا قدر الله لو اخطأ طبعا عليك. لو حصل حاجه لا نلم نفسنا تاني ونرجع تاني هنكسب. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا تتقال في توقيتات معينه. معنا كابتن اسلام احنا في نهائي افريقيا 2012 تعادلنا هنا 1-1 صح، وكان عندنا خطا كبير من في المباراه دي من شريف. ايوه ورحنا هناك كسبنا المباراه 2-1 وكان شريف من احد نجوم المباراه. ايوه فازاي انت بقى في احنا قعدنا اسبوعين على ما لعبنا المباراه الثانيه، ازاي تعالجوا نفسيا وبقى دي احطها تحتها 100 خط تجهيز نفسيا دي بدنيا وفنيا. دي على فكره امورها بتبقى سهل اسهل بكتير جدا من نفسيا، لان احنا قعدنا اسبوعين السوشيال ميديا طبعا مسكنا طبعا لغايه لما خدت البطوله، لحد ما خدنا البطوله. فعايز اقول بقى لا الشناوي ما شاء الله يعني هو ماشي بشكل كويس قوي، هو كابتن الفرقه في ثقه كبيره جدا واصله للجمهور. أيوة. في ثقه كبيره جدا واصله من الجهاز حتى من اللعيبه زمايله داخل الملعب. فكل الحاجات دي بتدي افضليه للشناوي، يبقى نازل المباراه يبقى هادي جدا جدا، يبقى هدوءه ده بيوصله للعيبه. كل كلمه بيقولها للعيبه دي هو بيعنيها، ويبقى حتى لو في حصل لا قدر الله في سوء بينه لازم هنا يحصل ايه، لازم اللعيب واحد لما لازم تتلم بسرعه. فانا شايف لا الكلام يبقى قليل قوي، ولكن الكلام يتقال في توقيتات معينه، والكلام يبقى ايه يعني خلاص انت بتتكلم كلمه هينزل بعد هيلعب مباراه، فتبقى الكلمه دي ما ينساهاش. فدي حاجات مهمه جدا بتتقال يعني. وفي النهايه كابتن اسلام بقى انت بتعمل كل اللي عليك وبتاخد بالاسباب كلها، وفي النهايه توفيق ربنا بقى سبحانه وتعالى. كابتن طارق شرفت ونورت، انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، دايما الحقيقه بنبقى سعداء جدا بوجودك معانا. اتمنى لك يا رب كل التوفيق في فيما هو قادم ليك مع مصر المقاصه. مصر المقاصه اموره جيده اعتقد دلوقتي. الدنيا الحمد لله كويسه يعني، احنا ماشيين بشكل كويس يعني ترتيب مش يعني بالنسبه لنا طبعا كنا نامل ان احنا بس لسه الدوري يعني لسه في يعني لسه في 6-7 ماتشات ممكن لسه لنا 6 ماتشات ممكن ربنا يوفقنا ونكسب، عندنا ماتشات ممكن نكسب وناخد رابع. فاتمنى التوفيق ان شاء الله. من الناس الحاجه الحلوه اللي انا اتمنى اقولها يعني ان اتفضل محمود حمدي من حراس انا بعتبره من افضل حراس مرمى في الدور الثاني. الامانه يعني عامل مشاهد كويسه جدا جدا مع 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 مصر المقاصه. الولد بيأدي اداء كويس جدا جدا، شال واحده من شريف حلوه قوي هو بشكل عام يا كابتن اسلام. والله يعني هو يمكن عنده خطا في الهدف بس شال واحده من شريف حلوه قوي، بس هو طبعا صعبه جدا جدا صعب. هو مباراه كتير قوي يا كابتن اسلام، هو احد اسباب الفوز المقاصه في المباراه هو محمود حمدي. أيوه. في ماتشات كتير يعني الدور الثاني انا بعتبره واحد من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه برضه يقدم نفس الاداء ده وناخد رابع ان شاء الله يعني. ربنا يكرمكم ونلعب افريقيا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمكم، انا بشكرك جدا يا كابتن طارق دايما مشرف ومنور، وان شاء الله يا رب نكلمك يوم السبت او الاحد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن اسلام والله ان انا كنت معاك يا رب يا رب محترمه اعلامي متميز. ربنا يخليك يا كابتن، وكنت موجود هنا موجود طبعا في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير، شرف لي والله. ان شاء الله باذن الله نحتفل ان شاء الله مع يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن طارق، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الاحد يا رب يا رب. ربنا يكرمنا يوم السبت، كل المسانده وكل الدعم من جمهور النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه يا رب. كل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت القادم في الساعه 9 كلنا هنقعد ونتفرج على هذه المباراه النهائيه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نتقابل يوم الاحد القادم وحلقات جديده من البيت الكبير.